عقد وفد مجموعة الصداقة البرلمانية اجتماعا مع أعضاء رئاسة مجلس النواب والشعوب للبوسنة والهرسك. تم خلال الاجتماع مناقشة العديد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك في مختلف المجالات بهدف تحقيق استراتيجية مشتركة تدعم مواقف ومصالح الكويت والبوسنة في المحافل الدولية. في اليوم الثاني من زيارة وفد مجموعة الصداقة البرلمانية إلى العاصمة البوسنية ساراييفو، عقد وفد مجموعة الصداقة برئاسة النائب محمد هايف المطيري وعضوية النائبين الدكتور فلاح الهاجري والدكتور عادل الدمخي اجتماعا مع أعضاء رئاسة مجلسي النواب والشعوب للبوسنة والهرسك. من دواعي سروري أن تتاح لنا فرصة التحدث مع ممثلي دولة الكويت كافة، وهناك العديد من مجالات التعاون بين بلدينا بأفضل الطرق التي تلبي تطلعات الطرفين. تحدثنا فيه عن أشياء تهم البلدين، سواء ما يتعلق بالسياحة أو يتعلق في مواقفهم وشكرناهم عليها مواقفهم على الكويت، أو ما نحتاج يعني من دعم في المحافل الدولية أو غيرها، أو حتى قضية حقوق الإنسان في العالم وغيرها من المواضيع اللي ذكرناها في الاجتماع، وفي هناك اجتماعات إن شاء الله قادمة. وعقد مؤتمر صحفي أشار فيه رئيس مجموعة الصداقة البوسنية إلى أن الطرفين تطرقا إلى العديد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك في مختلف المجالات التي تعني البلدين الكويت والبوسنة، وأن هذا الجهد المشترك يهدف إلى تحقيق تقدم في التعاون ورفع مستوى الشراكة لمصلحة البلدين وشعبيهما. لقاؤنا مع الوفد الكويتي كان مثمرا جدا، وتحدثنا في العديد من القضايا التي تهم بلدينا، وهناك اتفاقيات موقعة بين الطرفين، وجرى الحديث عن الاستثمارات الكويتية في البوسنة، وتمنينا على الوفد الكويتي أن ينقل لحكومته إمكانية تسهيل الحصول على الفيزا للدبلوماسيين ورجال الأعمال والسواح البوسنيين. ذكرنا لهم يعني الاهتمام في رجال الأعمال الكويتيين، خاصة أنهم أسسوا جمعية الآن لرجال الأعمال ودعم المشاريع يعني الاستثمارية في البوسنة. أيضا تطرقنا وبصفتنا أيضا مهتمين في حقوق الإنسان، وأنا رئيس لجنة حقوق الإنسان، تطرقنا للحق الإسلامي بشكل عام والفلسطيني بشكل خاص في قضية فلسطين. عماد عبد الرؤوف، تلفزيون دولة الكويت، ساراييفو.